اهلا وسهلا بيكم في اسك ديزاينر بودكاست. النهارده هنتكلم عن يو اكس، ومعانا شريف امين. الحمد لله. النهارده هنتكلم معاك، عايزينك تقول لنا الاول حاجه، عايزينك تعرفنا على نفسك وتحكي لنا رحلتك اليو اكس، وازاي يعني اصلا حبيت اليو اكس او ازاي انطلقت فيه. طيب تمام. خليني اول حاجه اعرف نفسي، بس انا شريف امين، انا حاليا شغال يو اكس ديزاينر في شركه ويبكيز، بقالي معاهم 3 سنين. بدات في اليو اكس ازاي؟ الموضوع بدا في 2014 لما اتخرجت ساعتها من كليه تجاره، وبدات ادور على شغل في المجال بتاعي، بس يعني ما الموضوع ما مشيش وما لقيتش حاجه مناسبه ليا. ساعتها قررت ادور على الحاجه اللي انا كنت زمان بحبها او ببقى انترستد فيها، وهي كانت الجرافيك ديزاين. فبدات عملت بلان صغيره، وبدات ان انا اذاكر شويه حاجات علشان بعديها ابدا ادور على شغل في الجرافيك ديزاين. فعملت بلان لمده شهرين، كورسز بدات اتفرج عليها، بدات اشوف توتوريالز واطبقها، لحد ما بعد شهرين فعلا بدات اقدم، والحمد لله ربنا كرمني بشغلانه كجرافيك ديزاينر. كملت فيها شهرين، كانت الشركه لسه مش كبيره، كان الشغل لوحدي، فحسيت ان انا محتاج اتحرك او ادور على حاجه افضل. جالي اوفر من شركه تانية اسمها يوكسل، دي بتشتغل في الديجيتال برودكتس، بتقدم سيرفيسز سوفت وير. رحت هناك على اني جرافيك ديزاينر، وما كنتش فاهم قوي الفرق بين ان انا جرافيك ديزاينر او ان انا يو اكس ويو اي. كنتش لسه عرفت اصلا يو اكس، ما كنتش اعرف اليو اكس، انا كنت رايح فعلا ان انا جرافيك ديزاينر، بس قالوا لي جرافيك ديزاينر للموبايل ابس، فقلت مش مشكله يعني، هي مش هتفرق بقى اذا كان ده فلايرز ولا بروشورز للموبايل ابس، فقلت مش مشكله. ورحت فعلا هناك، ولما بدات اكتشفت ان الموضوع كبير، وان في حاجه اسمها يو اكس، وفي حاجه اسمها يو اي، وفي تيمز للديفلوبمنت والتستنج، وان الموضوع مش مجرد ديزاين كده بيتعمل على فوتوشوب ولا إلستريتور وخلاص وبيروح يطبع، لا الموضوع مختلف، وفي انتر اكشنز بتحصل، وفي تيمز بتشتغل مع بعض، وفي ديزاين انت بتعمله بيطلع حاجه مختلفه في الاخر، في ستيبس كتير بتحصل عشان ففي توصل، ففي بروسيس وفي ستيبس كتير. وساعتها كان معايا حد فاهم في اليوزر اكسبيرينس، وبدا بقى يديني كتب اقراها، مقالات ابص عليها، بدأ يتابع معايا الحاجات اللي بطلعها كدليفربولز، وبدأت اشتغل. يعني قعدت هناك سنتين بشتغل وبتعلم يو اكس، كان شغلي مينلي يعني يو اي. انا بدأت كيو اي، وانا ما كنتش مقتنع ان انا كويس قوي في اليو اي، وكنت حابب حتة اليو اكس اكتر، كنت بذاكر بس ما كانش عندي المساحة ان انا اطبق اليو اكس ده، خصوصا ان انا كنت لسه جونيور، ومفيش بقى السكيلز ولا الحاجات اللي تخليني اقنع مانجمنت بحاجه معينه، او اقنعهم ان هم يروحوا شويه ناحيه اليو اكس. فبدات ساعتها ادور على اوبورتيونيتي تكون ليها علاقه باليو اكس اكتر، اكون شغال يو اكس مش يو اي. وساعتها رحت على ويبكيز بعد سنتين قضيتهم في يوكسل، رحت هناك از يو اكس ديزاينر. شغلي بقى كله يو اكس، مفيش يو اي خالص. بنتكلم من اول الريسيرش اللي بيتعمل بشارك فيه، من اول الميتنجز مع الستيك هولدرز بحضرها، جزء الانتر اكشن ديزاين كله، الانفورميشن اركتكتشر، كل الكلام بقى الجميل اللي كنت بقراه وبشوفه مش عارف اطبقه بشكل فعلي. بدات فعلا اطبقه بشكل فعلي ومكمل لحد دلوقتي. ايه بقى اليوزر اكسبيرينس ديزاينر للناس اللي ما تعرفش اليوزر اكسبيرينس؟ ماشي. طيب خلينا نعرف اليو اكس بطريقه عامه خالص، بعيدا عن الديجيتال برودكتس، وبعد كده نعرفه من خلال الديجيتال برودكتس. انا بالنسبه لي اليو اكس او الاكسبيرينس بتاعت اليوزر بتحصل لما يدخل في اكسبيرينس ويطلع منها مبسوط، محقق الهدف بتاعه والدنيا بالنسبه له تمام. يعني لو خدنا مثال على سوبر ماركت، لو اليوزر راح السوبر ماركت ده وبدا يشد العربيه اللي هيحط فيها البرودكتس بتاعته، العربيه دي سليمه بتمشي معاه كويس،
ما فيهاش مشاكل، حجمها مناسب ليه، مش كبيرة جدا فمش قادر يزقها، كل ده بيأثر على الاكسبيرينس بتاعته في المكان. لما بيدخل وبيبدأ يلف على الرفوف ويبدأ يشتري الحاجات بتاعته، الكاتيجورايزيشن والاستراكشر بتاع الرفوف دي، وان هو الحاجة اللي متوقع يلاقي المكرونة في القسم X فبيلاقيها هناك، متوقع يلاقي الرز في القسم الفلاني فبيلاقيه، كل ده بيحسن الاكسبيرينس بتاعته. وهو بيتحرك ورايح على الكاشير، الكاشير لو الدنيا بتمشي بسرعة والناس بتحاسب على طول وما لقيش السيستم واقع، فكده الاكسبيرينس بتاعته بتبقى أفضل. فالاكسبيرينس هي أي حاجة اليوزر بيمر بيها أو بيحس بيها من خلال التعامل مع سواء سوبر ماركت ده الحاجة بتاعتك، أو سواء هو برودكت فيزيكال برودكت أو ديجيتال برودكت. عايز يشتري حاجه من السوبر ماركت، ده كان التاسك بتاعه وخرج منه مبسوط، ده كده يوزر اكسبيرينس، ده كده يبقى الاكسبيرينس بتاعته في المكان ده كانت كويسه. تمام ماشي. بالنسبه للديجيتال برودكت ممكن يكون ايه اليوزر اكسبيرينس؟ لو خدنا مثال ده على ديجيتال برودكت، فاي ديجيتال برودكت انت بتستخدمه يعني فكر في، طب قول لي انت يعني ايه اكتر ديجيتال برودكت انت تبقى مبسوط وانت بتستخدمه او بتحس ان هو حلو بالنسبه لك؟ ممكن سبوتيفاي. اشمعنى سبوتيفاي؟ لان سبوتيفاي بخش ما بلاقيش اي اد قدامي، بخش انا عايز اسمع حاجه معينه بسيرش بلاقيها على طول، بتواجهنيش اي مشاكل نهائيه. بس مش عشان بريميوم يعني، هو لما بكون فري برضك الادز بتبقى قليله شويه يعني. بالظبط، يعني هي دي الاكسبيرينس، فكره ان انت داخل انت عايز تعمل هدف محدد، بتقدر تعمل الهدف ده من غير ما يبقى فيه مشاكل بتواجهك. الموضوع بيبقى من حيث بقى البرفورمانس بتاع الاب، ان هو سريع مش كل شويه بيقعد يهنج معاك. الادز مفيش ادز كتير. ممكن نتفليكس اكتر من سبوتيفاي كمان. نتفليكس اشمعنى؟ يعني عشان نتفليكس. مش يوزر لنتفليكس. لا، عشان نتفليكس بردك الاكسبيرينس بتاعته بسيطه جدا، بعد كده بعد ما تخلص حلقه بشكل لك الحلقه اللي بعدها بسكيب انترو، مجرد من انت تهوفر على السكيب انترو. عمر ما بتحصل طبعا يعني اننا في مصر، بس يعني بتحصل قليل جدا، دايما الستريمينج بيفضل شغال حتى لو بكواليتي قليله، فدي حاجه ببسط بيها. انا النت عندي مثلا ما بيبقى بطيء، بشتغل بقعد اتفرج عادي مفيش ادنى مشكله، فدي وراها يعني حاجات كتير في نتفليكس بس انا مبسوط بيها. بالظبط، فهو هنا انت عجبك نتفليكس علشان في الاخر انت بتدخل عايز تتفرج على حاجه بتتفرج عليها، ما بتقطعش معاك، الستريمينج بيفضل شغال، بتبقى مبسوط وانت بتتفرج من خلال الريكومنديشنز اللي بيديها لك كمان علشان تتفرج على حاجات مشابهه. فالاكسبيرينس هي دي كلها، كل ده يعني لو جمعته على بعضه كده هو ده الاكسبيرينس. فالاكسبيرينس كمان جزء منها البرفورمانس بتاع الاب، اللي هو ممكن تكون حاجه انت كيو اكس ديزاينر مش بتعمل لها ديزاين، بس لو البرفورمانس وحش الناس هتقول الاكسبيرينس هنا كانت وحشه. لو الاب بيقعد يلود كتير وبيهنج كل شويه الناس هتقول الاكسبيرينس وحش. لو الاب حجمه كبير والناس مش عارفه تنزله الناس مش هتنزله، فالاكسبيرينس بتاعته مش هتبقى كويسه. لو بياكل البطاريه بتاعتك فخلاص الناس حتى مش هتشوف. هي حاجات مش ريليتد بالديزاين بس بتاثر على الاكسبيرينس. فالاكسبيرينس هي مش الانترفيس بتاعي شكله عامل ازاي، ولكن هو الانتر اكشنز اللي بتحصل، البرفورمانس بتاع الاب، الحاجات اللي بتطلع في النص كده بتحسسك انك مبسوط، الحاجات اللي بتحسسك ان الاب ده بيرسوناليزد عليك وفاهمك. يعني انت لما بتخلص مسلسل في نتفليكس بيعمل لك ريكومنديشنز بيزد على الحاجات اللي انت شفتها، فبتحس ان انت مبسوط يعني. اول ما تخش تتفرج عليها وتعجبك يعني. بالظبط، ده بني ادم فاهمني، مش مجرد بس سوفت وير بيشغل فيديوز. ممكن بقى ازاي ابدا في ان انا كرييت برودكت؟ ايه الحاجات انا بعملها كيو اكس ديزاينر، او انا لو انا يو اكس ديزاينر عادي هحتاج اعمل ايه عشان كرييت اكسبيرينس؟ علشان تكرييت اي اكسبيرينس في اي حاجه في الدنيا، اول خطوه لازم تعملها هي انك تفهم. وانك تفهم دي محتاج تفهم اكتر من حاجه، محتاج تفهم مين هم اليوزرز اللي هيستخدموا الحاجه دي. يعني لو بتديزاين اي كوميرس بيبيع موبايلات مثلا، فلازم تبقى عارف مين اليوزرز اللي هيستخدموا الحاجه دي، ايه هي الاحتياجات بتاعتهم، ايه هي الحاجات اللي بيواجهوا فيها مشاكل وهما بيشتروا التليفونات، بيحتاجوا ايه بعد ما بيشتروا التليفونات. كل الكلام ده لازم تفهمه على اليوزرز بتوعك،
واللي بتعمل منه بيرسونز اللي هو ريبريزنتيشن كده لليوزرز بتوعك فيها كل التفاصيل الخاصة بيهم. لازم تفهم تاني حاجة البيزنس بتاعك عامل ازاي، يعني لو شركة هتعمل الاي كوميرس ده لازم تعرف في الجولز بتاعتها عايزة تحقق منه قد ايه، ايه هي الكي بي ايز اللي هيقيسوا عليها السكسس او الفيلير بتاع البروجكت ده. ولازم تبقى فاهم الماركت بتاعك من حيث الكومبيتيشن، مين هم الكومبيتيتورز اللي موجودين، كل واحد متفوق في ايه ووحش في ايه، ايه الحاجات اللي كل واحد بيقدمها مختلفة عن التاني. فده الجزء اللي مفروض تفهم فيه الكلام ده كله، وتفهم الجورني بتاعت اليوزر عاملة ازاي. اليوزر علشان يشتري موبايل ايه هي الخطوات اللي بياخدها من اول ما بيجيله فكرة ايه ده انا محتاج اشتري موبايل، مرورا بان هو بيدور على الاماكن اللي ممكن يشتري منها الموبايل لحد في الاخر ما يشتري الموبايل اللي هو عايزه. فدي اول خطوة لحتة اللي ممكن نسميها discovery phase. بعد كده عرفت النيدز وعندك الجورني وعارف البيرسونز بتاعتك هم مين وايه البيزنس جولز بتاعتك، بتبدا تستراكشر الاب بتاعك ده، تبدا تحط المين ستراكشر كسايت ماب او اب ماب، لو بتبدا تقول انا عندي سيكشن للموبايلات اكس، عندي سيكشن مش عارف ايه، عندي هيبقى فيه جزء خاص بالشكاوي، يعني السايت ماب او الاب ماب بلس اليوزر فلوز بقى بتاعتك عاملة ازاي. اليوزر عشان يشتري موبايل ايه الخطوات اللي بيمشي عليها جوه الويب سايت بتاعك او جوه الاب بتاعك، بيتحرك من بوينت A لبوينت B ازاي. كل الكلام ده بتبدأ يتعمل له ستراكشر في الفيز التانية اللي هي الاستراتيجي او الاستراكشر فيز. تمام، بعد كده خلاص وانسى ان انت بقى عندك الاستراكشر واضحة والدنيا تمام، بتبدأ تأيديات علشان تديزاين، تبدأ تطلع أفكار مختلفة، تبدأ تسكتش الانترفيس بتاعي هيبقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي، الفلو هيبقى شكله ازاي، كانترفيس هيبقى عامل ازاي، تبدأ تطلع أفكار كتير. بعد كده تدخل في evaluation الأفكار دي، يعني مش عايزين ندخل في الideation process عاملة ازاي، بس هو في الآخر انت بتطلع أفكار وبتبدأ تevaluate الأفكار دي لحد ما بتوصل للفكرة واتنين مناسبين، وبتبدأ تبني الانترفيس سواء واير فريمز بقى او هاي فيديليتي سكتشز، ايا كان الطريقه اللي هتبني بيها الديزاين بتاعك. وبعد كده بنلف تاني في الدايره بتاعه اللي انت هتروح تيست الديزاين ده اللي هي الاندرستاندينج فيز، تيست الديزاين ده مع يوزرز، تبدا تجمع فيدباك منهم، تظبط الاستراكشر لو في مشكله. بعد كده تدخل على الديزاين فيز اللي هي بقى الواير فريمز والهاي فيديليتي سكتشز والكلام ده كله. يعني انت بتلف لفة تاني باللي انت عملته مع الناس عشان ترجع تتأكد ان هو شغال مناسب ليهم مش عارف ايه، ويعني هو ده اللي هم عايزينه او هو ده الاحسن ليهم وكده، صح؟ بالظبط. انت في الاول فهمت الناس عايزة ايه فعلا وعرفت احتياجاتهم، بتبدأ ان انت بنيت خلاص الديزاين بتاعك، بتبدأ تتست الديزاين ده مع الناس تاني وتشوف الفيدباك بتاعهم عامل ازاي، هل حقق لهم اللي هم عايزينه، هل في مشاكل كيوزابيليتي ايشوز مثلا محتاجه تتحل، وبتبدا تظبط الكلام ده كله. طبعا نمبر اوف ايتريشنز والكلام ده كله بيبقى بيز على كل بروجكت. في بروجكتس بطبيعه الكلاينت انت مش هتلحق تعمل غير هي ايتريشن واحده، في بروجكتس ثانيه هيبقى الموضوع فليكسبل اكتر، انت تقدر تروح في كذا ايتريشن. فالبروسيس في الاخر هاي ليفل ثابته، ولكن كل بروجكت ليه الطبيعه الخاصه بتاعته، من وقت لبادجت معينه لكلاينت مايند سيت لعوامل كتير قوي لكونسترينز في الديفلوبمنت. كل العوامل دي هتفرق في الطريقه اللي انت بتابروتش بيها البروجكت ده. طيب ممكن شيفت لنا ازاي الناس تبدا يعني يكون يو اكس ديزاينر، او ازاي يبداوا يتعلموا عشان يكونوا يو اكس ديزاينرز؟ تمام. خلينا اقول ان في ابروتش ناس كتير بتاخده وانا شايف ان هو مش احسن حاجه في الدنيا. الناس بتبدا تدخل تقرا كتب وتقرا ارتكلز، بتبدا تشوف كيس ستاديز من حاجات ضخمه زي نتفليكس وجوجل وسبوتيفاي وابل والحاجات دي كلها، فبتبدا تحس ان الموضوع الستاندرز بتاعته عاليه جدا والموضوع صعب جدا ان هم يعملوا حاجه، فبيفضلوا في دوامه القرايه وكتب وعندهم نوليدج حلوه جدا بس مفيش تطبيق للكلام ده كله.
فانا يعني نصيحتي بسيطه جدا، وحته ان انت طبيعي لازم تقرا سواء كتب او ارتكلز او تشوف كيس ستاديز، بس في نفس الوقت لازم تبالانس بين القرايه اللي انت بتعملها وما بين التطبيق اللي انت بتعمله. في الاخر انت عشان تلاقي شغل از يو اكس ديزاينر، حد لسه انترن او حد لسه جونيور، محتاج يبقى عندك بورتفوليو. البورتفوليو ده عمرك ما هتعرف تعمل بورتفوليو من غير ما يبقى عندك شغل. في نفس الوقت النوليدج اللي عندك دي تراكمها في دماغك مش هيفيدك بحاجه طالما مش بتطبق الكلام ده كله. فانا شايف ان اي حد لسه في الاول بجانب القرايه لازم يبدا يشتغل على بروجكتس صغيره يبدا يحطها في البورتفوليو بتاعه. بروجكتس مش محتاجه تبقى زي الكيس ستاديز اللي الناس بتقراها الكبيره جدا اللي فيها ريسيرش وفيها استراتيجي وفيها ديزاين لحاجه ضخمه جدا وبعد كده فيها يوزر تيستينج. في الاول هيبقى صعب جدا تعمل حاجه زي دي، وهيبقى صعب جدا ان انت تلتزم بحاجه زي دي لانها هتحتاج وقت كبير جدا. فانا شايف الناس تبدا بحاجات صغيره، يعني لو مثلا بتستخدم اب معين فيه فلو صغير مش مظبوط او شايفه مش بيميك سنس، لو في سكرين واحده فيها مشكله تبدا تطلع المشاكل اللي موجوده في الحاجات دي وتعمل لها ريديزاين. في فلو معين انت حاسس ان هو ممكن يبقى احسن او ممكن لو اضاف له حاجه يبقى افضل، تبدا تعمل الكلام ده كله. المايند سيت بتاعتك تبقى وانت ماشي بتطلع مشاكل من اي حاجه بتشوفها وبتبدا تحل المشاكل دي. ده هيساعدك ان انت تابلاي النوليدج اللي انت بتقعد تقراها وبتذاكرها في حاجات حقيقيه، بتقوي بقى البروبلم سولفنج سكيلز بتاعتك، بتخلي عندك بورتفوليو، بتخليك تعمل شغل حقيقي بايدك مش مجرد قرايه وخلاص. انا كنت شفت لك بوست، قريت لك بوست بتتكلم فيه عن السكيلز، يعني ممكن اقول التكنيكال سكيلز والسوفت سكيلز، ان انت كنت بتتكلم عن الكوميونيكيشن، كنت بتتكلم عن كذا حاجه. فانا كنت حابب اعرف وجهه نظرك ليه، او مش ليه ديزاينر، انت كنت بتتكلم يعني ديزاينر لازم يكون عنده two sides of skills، يكون عنده technical skills و soft skills. فممكن تكلمنا اكتر عن وجهة نظرك في الموضوع ده؟ ماشي. انا كنت كتبت بوست فعلا عن ال UX والسكيلز اللي محتاجها الديزاينر غير الديزاين سكيلز. في الاغلب اول ما حد بيبدأ، او انا شخصيا اول ما بدأت كنت فاكر اهم حاجة هي الديزاين سكيلز، ان انا بقى بعرف استخدم تول معينة بشكل كويس، بعرف اعمل عليها كل اللي انا عايزه، بطلع انترفيسز شكلها ظريف. لكن مع الوقت اكتشفت ان انا ماشي، انا الحاجات دي في حاجات بعرف اعملها كويس منها، بس في حاجات تانية هي اللي مخلياني مش عارف اوصل ابقى ديزاينر افضل، او محتاج اشتغل عليها اكتر من الديزاين سكيلز علشان ابقى ديزاينر افضل. لما بدأت اتعرض للكلاينتس واعمل ميتينجز مع الكلاينتس، اكتشفت ان الكوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا بالنسبه للديزاينر. فكره ان انت عملت فكره معينه ازاي تقنع بيها الستيك هولدرز او الكلاينت، ازاي توصل له فكرتك، ليه انت عملت خدت الابروتش ده بدل الابروتش ده. فكره ان انت تهندل الكلاينتس وتمتص غضبه لو هو عنده فرستريشن من حاجه، لو هو شايف الدنيا مش ماشيه في الدايركشن اللي هو عايزه، انت كيو اكس بتعمل فيها ايه. الفلكسبيليتي ان انت تقدر تسمع من الكلاينت وتوصل معاه لحل وسط، حتى لو هو بيتكلم في جزء ممكن بالنسبه لك كديزاين يكون مش مظبوط، بس حته الفلكسبيليتي وازاي بتهندل الكلام ده معاه، دي حاجات ريليتد بالكلاينت. برضو البرزنتيشن سكيلز، لما بتيجي تعمل اي ديزاين بتبرزنت الديزاين ده، بتبرزنته ازاي وبتوصل المعنى بتاعه ازاي، كل دي حاجات بتفرق يو اكس ديزاينر ناجح عن يو اكس ديزاينر عادي او مش متفوق في الجزء بتاعه. برضو انت بتحتاج سكيلز كتير وانت بتتعامل مع التيم معاك، انت ما بتشتغلش لوحدك، بتشتغل مع ديفلوبرز، بتشتغل مع تيسترز، بتشتغل مع بروجكت مانجرز، بتشتغل مع بيزنس وستيك هولدرز، بتشتغل مع يوزرز، في اطراف كتير جدا لازم برضو تعرف تكوميونيكيت، لازم تبقى بتفهم طبيعه كل واحد. الديفلوبر ليه احتياجات مختلفه تماما عن البروجكت مانجر، لازم تبقى فاهم الاثنين عشان تقدر تساتسفاي النيدز بتاع ده وبتاع ده. لازم تقنع الديفلوبر ان هو اللومبكس دي بتفرق بالظبط، لازم تقنعه كده. في الاخر لازم انت كديزاينر تديله ديليفربلز بدوكيومنتيشن يقدر يشتغل منه،
ما تبقاش بتديله حاجة انت بس اللي فاهمها وتقوله اشتغل منها، هو مش عارف يشتغل. احنا دايما بنقول ما بيطلعش الحاجة زي ما انا عايز، الحاجة بتطلع مش مظبوطة. بس خلينا نرجع ونسأل احنا، هل بنديله الحاجة المناسبة اللي تخلي الشغل بتاعه يطلع كده ولا لا؟ البروجكت مانجر بيبقى ليه اولويات تانية وبيبقى عايز يطلع ويلانش على طول، فلازم نبقى فاهمين برضو المايند سيت بتاعته علشان نقدر نتعامل معاه. فالسكيلز دي كلها انت كديزاينر هي اللي بتفرق ما بينك وما بين ديزاينر تاني. ممكن يكون ديزاينر بيطلع شغل حلو جدا بس بيبريزنته بشكل وحش، فالكلاينت بيبقى فرستريتد وما بيقتنعش، بيهاند اوف الديزاين للديفلوبرز بشكل برضه مش مظبوط، فالديزاين ما بيطلعش زي ما هو عايز. مش ما فيش كوميتمنت او فليكسيبيليتي مع بروجكت مانجر، فالدنيا ما بتمشيش. ففي الاخر هو عنده ديزاين سكيلز كويسه بس مش عارف يبقى ديزاينر كويس، ان هو ما عندوش النون تكنيكال سكيلز. ماشي، طيب شكرا ليك يا شريف، احنا استفدنا منك جدا. انا شخصيا استفدت منك جدا في الحلقه دي، وكنت حابب اسمع منك حاجه اخيره تقولها للناس. بص، ما عنديش حاجه يعني، حابب الناس لو عندها فيدباك تشيره معانا، ولو عندها اسئله في اليوزر اكسبيرينس بشكل عام لو نقدر نجاوبها في حلقات بعد كده هيبقى كويس جدا. خلاص هنستنى الناس بقى. ماشي، شكرا، شكرا لكم يا جماعه، وحابين نسمع تعليقاتكم وارائكم وكل حاجه، لان احنا لسه بادئين، فاي تعليقات ليكم هتفيدنا. شكرا.